السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة وبرنامج بانوراما. احنا وياكم على طوال هذه المدة كثرة المشاكل. حقيقة البلد يعاني من مشكلة أساسية، وهي مشكلة تأخر إقرار موازنة المالية للبلد. بعد أكثر من سنة وسنتين صار لنا احنا بدون موازنة. المشاكل اللي تتراكم على العراق يوم بعد يوم تجي يوم أكثر من اللي قبله. ومشكلة الموازنة هي مشكلة أزلية على ما يبدو بالعراق، تعودنا وللأسف كل سنة سنتين احنا لازم نمشي أمورنا ما عندنا موازنة. ليش؟ بسبب الخلافات السياسية، مو سبب الأساسي شقد عندنا موظفين، ولا سببنا الأساسي شقد راح نقدر نخلي ننقص من العجز المالي اللي موجود عندنا. بسبب وجود الفضائيين، وبسبب وجود اللي ياخذون أكثر من راتب، وبسبب وجود مشاكل بالعقود ومشاكل أيضا بالموظفين وتسكينهم أو تثبيتهم أو ما شابه ذلك، كل هذه المشاكل بالإضافة إلى التذبذب بالسعر الموجود عندنا، سعر الصرف للدولار، عندنا سعر صرف أيضا سعر بيع النفط وما شابه ذلك، هذه قضايا بدأت تؤرق العامل السياسي، وبدأت أيضا تؤخر بشكل أو بآخر تحركات الخطوات المالية للبلد، مما أثر بشكل أو بآخر على الواقع المعيشي للعراقي. اليوم إحنا كل موظفي الدولة والموظفين بالنسبة للأغلبية العظمى لموظفي القطاع الخاص يستلمون رواتبهم بالدينار العراقي، لكن فارق السعر الصرف أمام الدولار خفض رواتب ونسب رواتب كبيرة، يعني صارت تقريبا أكثر من 70% من النسبة اللي كانوا يستلموها 100%، يعني 30% أو أكثر ربما تبخرت بسبب الارتفاع الحاصل بسعر صرف الدولار. هذا احنا نتكلم على الأسعار أو الرواتب العالية، لكن احكي لي على الرواتب المتدنية، الرواتب اللي دائما تكون بسيطة، أو العمال اللي بالمساطر عندنا تارسين الأسواق وتارسين المساطر، بالإضافة للي شوي يعود أحسن منهم شوية، يعني خطوة واحدة، اللي هم الأجور اليومية اللي تعينوا أو ثبتوهم أو لا يزالون متبخرين بسبب قرارات الحكومات المتعاقبة وبسبب قرارات الحكومة الحالية أو إجراءات وزارة المالية أو وزاراتهم. اللي دا يصير حاليا، اللي كانت الطبقة اللي بعد ما كان أجير يومي أو يشتغل أي شغلة بالشارع، صاحب بسطة، حمال بالشارع، غيرها وغيرها، وتعبان على نفس الرجال، ولد شاب درس وتحمل وسافر ورجع حتى يحصل على وظيفة. احنا نعرف بالعراق صارت كأنه سنة، وللأسف هذه سنة سيئة، اللي هي لازم يكون تدرج عند كل موظف، لازم يطب أجور يومية وبعدين يترقى، هاي إذا يترقى إلى عقد سنوي، وبعد ذلك يترقى إلى عقد دائمي، وبعد ذلك يلا يصير بالتعيين أو على الملاك الدائم. وهاي طبعا بعد تظاهرات وودي وجيب وصبر سنوات طويلة، وهاي لو تصير لو ما تصير. ليش؟ لأن أنت عايش ببلاد الرافدين، وأنت وحظك، أنت وحظك، مرات تخيب ومرات تصيب على قولة المخرج. فإذا خابت راح تصير حالك حال عقود الأجور اليومية اللي هم بوزارة الصناعة والمعادن. وأيضا يعني إذا صار بيك خير إن شاء الله راح تكون مثل عقود الكهرباء وغيرها اللي وزارتهم تعبت عليهم وغيرهم. وإحنا لا ننسى تعليم العالي البارحة، نقول لهم مبروك عليكم التثبيت. زين، فقصص طويلة، على قولة أحد العقود اللي موجودة اللي ثبتوهم بوزارة التعليم العالي، على لسان الزميل المخرج يقول قايل له واحد، قال احنا بالوزارة إذا أردنا ننزل من طابق بكتاب النقلة، كتاب النقلة من طابق إلى طابق ثاني نحتاج نطلع مظاهرة حتى الطابق الأسفل أو الأعلى من عنده يقبل يوقع لنا يا. يقول بزعونا. وإحنا شفنا بالحلقات الثلاثة الماضية قضايا كبيرة، خاصة حلقات بانوراما، موضوع قطع الأراضي، بعد ما المعلمين راحوا وافتروا واشتروا أوراق خاصة لطباعة الخرائط والتقوا بالمسؤولين بالمحافظات وما شابه ذلك ووزارات ودنيا وهاي، وبالأخير القطع ما صارت بس لهم، صارت لغيرهم مشتركة. المهم
فإذا أنت تريد تجي تحكي عن المواضيع كثيرة عن العراق وعن حقوق الناس، فتحتاج تفتح سجلات وتطول ساعات وساعات. لكن بالمحصلة إحنا كدورنا بالإعلام شنو الدور اللي يكون واجب علينا حتى نوصله؟ بعض الحالات وللأسف بعض الحالات دا تصير غائبة تماما عن بعض الشخصيات المسؤولة، سواء كان وكيل وزير أو مدير عام أو وزير، وعلى ما توصل إلى معالي الوزير يحتاج لك أسابيع وإذا مو أشهر، هاي إذا وصلت طبعا. لكن المناشدة بالإعلام صارت سريعة توصل، ممكن برسالة صغيرة ترسل إلى عن طريق الواتساب وتبقى هو وضميرة إذا فتحها أو لا. المهم قضية أخرى برزت على الساحة العراقية خلال الأيام اللي مرت، هي قديمة صار لها 4 سنوات لكن تجددت وصارت صدمة لعدد كبير يتجاوز عددهم أكثر من 7000 موظف. هذول الموظفين تم إعطائهم فرصة مع موظفي الدولة بأجور يومية، شو وقت؟ بعد تظاهرات تشرين أو خلال تظاهرة تشرين عام 2019. شنو الغاية منهم؟ حتى يهدأ الشارع العراقي وما يطلعون أي تظاهرة، وهذه كانت بزمن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. واللي صار، اللي صار بعد هذه القضية، صارت أكو كلام وصار كتابنا وكتابكم وصارت واسطات ومحسوبية وجماعة فلان والنائب الفلاني، وقام أكو توزيع صارت، وقامت الناس تتدخل حتى تعين اللي يعرفوها. وفعلا جزاهم الله خير اللي حصلوا وحظيوا بفرصة بأجور يومية بهذه الوزارات، ومن ضمنهم موظفي عقود أو أجور يومية وزارة الصناعة والمعادن. لكن بعد ما بدت السلسلة أنه ضمن قانون الأمن الغذائي، بدأ القانون يشمل هذول الشريحة، الأجور اليومية والعقود تحولوا إلى تثبيت وتحولوا إلى عقود دائمية ببقية الوزارات، الكهرباء، الصحة، يمكن التعليم العالي آخرها. لكن جماعة الصناعة لا يزالون نايمين بمكانهم. وين العقود؟ ما حد يدري. شنو الموضوع؟ قالوا وزارة المالية. راحوا لوزارة المالية قالوا والله انتم طلعتوا مو منتظمين. شنو مو منتظمين؟ شنو مو قانونيين؟ لعد احنا شنو سجلنا واشتغلنا وداومنا وبعدين تعال سولف لي ايش قد تاخذوا الرواتب بالشهر؟ يقولون يمكن 40,000 لو ما اعرف ايش قد، وطبعا اكو بيهم ياخذ 10,000. لا تتخيلون، انت عايش في بلاد الرافدين في ارض السواد، في أكبر موازنة مالية بالمنطقة، يمكن إحنا لو شوية السعودية أكثر، في ثاني بلد مصدر للنفط للعالم، في ثاني احتياطي للنفط في العالم هذا العراق، وده ينطي موظفين خريجين أو غير خريجين أجور يومية بالشهر 10,000 دينار. الله عليكم الله عليكم، يصير 10,000 دينار لو تنطي 40,000؟ والله مكلفين على نفسكم. أدري هذا اللي فكر، يعني أريد أسأل النابغة، المستشار، وكيل الوزير أو الوزير أو الشخصية المخضرة ما عندنا بالعراق، شلون فكر ينطي أجور يومية 10,000 إلى 40,000؟ شنو ده يحس يعني مثلا؟ هذا ده يطير بالهواء يوصل للدائرة؟ هذا ايش ياكل ايش يشرب؟ ياكل رحمات والدين؟ لو بارك الله بيك، لو من يتمرض يقول له عافية عليك. شلون حسبتوها؟ هي واحدة من الاثنين، يا اما انتم تضحكون علينا وتضحكون على ذول الفقرة الشباب، تمام، ويا اما انتم تستخدمون خطة بحيث تحطمون شيء اسمه التفكير بالوظيفة الحكومية، يعني حتى لا أحد يفكر بالوظيفة الحكومية. ترى شوف رواتبها قليلة، 10,000 و30,000 و40,000، هاي بالنسبة للأجور اليومية. هي ماكو غيرها، يا ما تضحكون علينا وأنتوا المليارات تبلعوها، مثل ما البارحة واحد من الضيوف يقول أحد المسؤولين راح بدولة أو في محافظة سجل سعر وجبة غذاء أو لفته، ما أعرف شنو بيها، زئبق مكان العنبة ما أعرف، سعرها 1,000,000 دينار. أي ظالم البخت، 1,000,000 دينار
علمود تاكل لفه اللي تشبعك يجوز ساعتين ثلاثه، والحضره جناب الاجور اليوميه يشتغل شهر كامل يكد، سواء كان صناعه والمعادن، سواء كان بالبلديات، سواء كان ينظف الشوارع، لا ساعه ولا ساعتين يركض، وتالي ما تالي لو يحصل ذني العشرة آلاف الثلاثين ألف الأربعين ألف لو ما يحصل. المهم خلوني أرحب بضيفي من سامرة إبراهيم دنون، ممثلا عن عقود وزارة الصناعة والمعادن. حياك الله يا إبراهيم. إبراهيم أعرض عن هذا. حياك الله حبيبي أستاذ. أعرض عن هذا، اعرض لي اللي عندك، سولف لي. طبعا لا اشوف للامانه والحق يقال، يعني اليوم انا مؤتمن بدايه، يعني ما اريد اعرض، اريد اشكر قناه سامره المواكبه لهذا الحدث منذ بدايته ولحد هذه اللحظه. الله يبارك. بامانه انا مسؤول عنها امام الله. الله يبارك. هذه نقطه. النقطه الثانيه، اليوم احنا عقود وزاره الصناعه والمعادن ما يقارب 7000 عقد، 7000 عائله طبعا وليس عقد. طبعا يعني اليوم احنا نعيش كارثة عظمى بعد مع زين. ابراهيم اسمعك، انا تسمعني؟ يمكن انقطع النت يا ابراهيم. ابراهيم يمكن انقطع الانترنت ابراهيم. طيب يعني الرجل اختصر الموضوع بكلمة واحدة حقيقة انا فاتتني اقولها، 7000 عائلة عايشة على هذا المبلغ. ممكن نتخيل احنا شنو اللي يصير؟ يعني الله سبحانه وتعالى حارس هذا البلد وحافظ هذا البلد وحامي هذا البلد، الله يبعد الشر عنه. الكوارث اللي عندنا اللي احنا دا نسويها اكثر من الكوارث الطبيعية اللي دا تصير بالدول المحيطة بنا، سوريا وتركيا. وإلا لولا رحمة الله سبحانه وتعالى وعطف الله سبحانه وتعالى لهاي الزلزال اللي صار بتركيا، يمكن واحد من السدود يتفلش ويجينا الفيضان من نهر الدجلة، والله يعلم ايش قد راح يغرق ناس لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب انا طبعا عندنا اتصالات على ما يتضمن ابراهيم حتى يحشينا. من وياي احمد حسيب، حياك الله اخوي احمد، تفضل اخوي العزيز. انا اتفق من تفوق المظلومين. الله يبارك فيك. اللي طالع صوتنا لكل مسؤول، ونتمنى من الله ان يخرجها على الكل ان شاء الله يا رب. يعني احنا اجور يوميه في معمل ادويه الصحراء. فالعدد وصل 2600 عائله. زين. بناء عمل، بناء عمل صار لنا اكثر من 3 سنوات ونص. طيب. على اساس يكتبون عقود ولحد الان ماكو اي شيء، وبالاخير الوزير من جزيره قال والله ما نقدر نسوي لكم كل شيء ولا نقدر اي شيء نقوم لكم. ليش؟ احنا عندنا شنو بنبنى صار 3 سنوات متحملين، عندنا اطفال، عندنا ماجرين بيت، وما نعرف شلون، يعني شلون يعني يرجعون هيك يسوون فينا. زين. يعني حاطين على العامل بس على الدوام الصبح 8 وطلع ب3، ونعمل عمل كل عمل انتاج. شنو وظيفتكم؟ شنو تشتغلون؟ شو تسوون؟ احنا بقسم الشباب. اي. بقسم الحقوق، بقسم الانتاج، كله يعني عمل كله موظف دائمي. يعني احمد انتم كدائره ادويه او مديريه ادويه سامراء معمل الادويه مستفاد منكم، محتاجكم، يعني مو انتم حاطين رجل على رجل وقاعدين كل شيء ما تسوون. لا حلو. العمل مستمر وايضا انتاج ويغيب راسا، يعني اجراءات قانونيه بحقها. يعاملوك موظف تعمل عندهم وقت عاطل ينطوك 200 دينار يقول لك هذا روحيه بيها. تمام. يعني زين. اكو واحد يوم هذا العمل. زين، انتم شقد انطوكم فلوس؟ ما انطوكم رواتب ابدا؟ 100,000. 100,000 بالشهر. اي بالشهر. زين، وهسه حاليا هاي شو يقولون؟ يقولون هاي
من بينكم اللي عم طلعكم قاصد مكبحات؟ إذا؟ إذا عم طلعكم مستقبل قاصد؟ إيه؟ لو يعني صادر حوالين يحولون عقود. يعني إذا صار قاصد مكبحة منكم هاي سلفة. هاي سلفة؟ سلفة يعتبروا سلفة. أها. يصير هالشكل؟ والله ما أدري. زين والله يعني ما صاير ما صاير زين اعتبرونا عمال بيقولون اعطونا اجورنا مثل ما يستحق العامل. لان انا عندي ايجار مدري 250 زين وعندي كذا اطفال لان انا هاي 1000 دينار شو اسوي يعني انا بثلاث العصر يا اطلع. زين احمد شكرا لك حبيبي شكرا شكرا جزيلا شكرا لك. يعني أنا ما أعرف التفكير اللي حقيقة يعني هسه 100,000 تنطيه فوقها منية بعد سلف وغيرها وكلام روحها وجاية يعني بحد هاي اللحظة ولحد هذه اللحظة خلي نقول اليوم أنت من يكون عندك قرار تكون عندك سلطة وتكون عندك مصداقية بالتعامل مع الناس. على فكرة أكو ناس قريبة يعني حقيقة ممكن تشتغل خلف الكواليس وتجيب نتيجة وتأثر أيضا لها تأثير بقرار أو بكلمة أو لقاء. أكو ناس عكس هذا الموضوع بتاتا إن لا يتحرك ولا يسوي شيء. هذه العقود اللي عددها بالآلاف لو تجي تحسب كم عائلة راح تكون مستفادة من عندها. زين أنت لما تنطي 100,000 وشغل ماكو إحنا دا نروح للأسواق نشوفها مليانة من الشباب العاطلين عن العمل، منهم يشتغل حمال بعربانة ومنهم صاحب بسطة ومنهم اللي يفتري بيع على ليك. زين ومنهم يعني ما أعرف أنا التفكير اللي دون وجود خطط عند الحكومة دائما وضعتنا بهذه الصورة. احنا عندنا طلاب دا يتخرجون وعندنا مدارس وعندنا مؤسسات واكو مسألة كلش مهمة انه اكو ناس بدت تحس بمسؤولية. يعني لما يتقلد منصب اي مسؤولية تكون ما عنده يتصور انه لما اخذ منصب خلص هذا الى تركه الى والعائلته والاولاده ما له علاقة بالباقية، ما يفكر بالناس اش تاكل اش تشرب اش تشتغل. يعني مو معقولة موظف أجر يومي يداوم من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 3 العصر وانت رأس الشهر تنطي 100,000 دينار وكارب عليه كراب مو طبيعي. مو هسه احنا ما يخالف منطي زين وبعدين اللي يروح ينصدم بعد ما كان يبني أحلام وآمال ويفكر انه خلص راح يثبت ويصير عنده فعلا يصير إلى اسم بهاي الدولة يتفاجأ أنه هو ما مشمول أنه عقودهم مو قانونية. ليش ما نعرف؟ زين ويا اتصال الأخ حيدر من سامرة. تفضل أخي حيدر. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا عمي؟ كل الهلا بيك. أي حيدر سولف لي. أردكم على موت عقودنا بعد 12 وزارة الصناعة والمعادن. أي. أي. يعني طيب احنا اتفاجئنا وزارة الصناعة والمعادن بعد 12 2019 الوحيد من بين كل الوزارات انه ما نشمل لا بقانون امن غذائي ولا بالموازنات القادمة ولا اللي راح تصير. احنا شغلتنا وين وقفت وزارة المالية بعد ما كمل التدقيق رفعت وزارة المالية الى وزارة الصناعة انه احنا جينا بدون سند قانوني. نعم. وزارة المالية حتى تمشينا شو ما تريد، تريد من وزارة الصناعة تنصح كتاب من أمانة العامة من مجلس الوزراء على مدير تعديل على قرار 315. زين. الحين شغلتنا محصورة بين وزارة الصناعة والأمانة العامة والسيد رئيس مجلس الوزراء أحمد شاك سوداني. زين. ومن هذا منكم الناشد وما احنا صارنا 4 سنين تعبنا علينا معانا ومثل ما احنا خدمنا هذا البلد وخدمنا المؤسسه وخدمنا الدوله وسوينا اللي علينا اجى الوقت اللي هم يسوون علينا من زمان اصلا عبر الوقت المفروض انه يخطون مش خطوه. زين زين حيدر بس خليني اسالك. جدا حيدر تسمعني؟ يعني احتمال تقريبا اذا اقول لك
40 الى 50 الف الى 60 الف كل 3 اشهر او 4 اشهر. يعني تراتبكم مو شهريه؟ 100 الف؟ لا مو شهريه. شلون؟ مو شهريه ما توصل 100 الف، يعني كنا حتى يعني ما اقول لك توصل 16 الف انت ما تصدقني يعني. ايش قد؟ 16 الف. الله اكبر، 16 الف كل شهر؟ اي 16 الف مثلا اقناط مثلا اذا تريد مثلا تروح بتكتب لما تصرفها. لا حول ولا قوه. زين هسه احنا خلاص احنا خلينا من هاي موضوع شو اسمه، انا كان المفروض يا ابراهيم بس ما اعرف شنو اللي صار. زين حيدر خليني افهم من عندك، يعني حاليا هم انتم بعد ما عرفتوا انه القرار انتم ما لكم تثبيت راح تستمرون بالعمل بمديريه ادويه سامراء لو راح تتوقفون؟ طيب اذا استمريتوا راح يعطوكم راتب ومخصصات لو ماكو؟ نعم انا بدي احكي لك عن شركه اور عطالنا بالناطيه انه هم حاليا غلطوا شركه اور قربوا عن الدوام الرسمي حاليا، يعني ما يدخل اي موظف ورقه الشركه يعني احتجاجا على تهويشنا من قبل الوزاره الماليه والصناعه والامانه العامه. اطلقت الاحتمال بالمقبل راح يشوف عدد كبير من شركات الصناعه وتشكيلات الوزاره راح تنغلق، احتمال الوزاره بشكل عام راح تنغلق. هنا انت بتعمل تناشدني وتحكيني وتقول لي انا راح ادعم المنتج الوطني، انت هنا تجيب الحكومه اللي تدمر الصناعه. تمام. ما نتمنى توصل لهذا الحال وما نتمنى تنغلق اي شركه باستحكام الاقصى الامر، هذا اللي راح يصير. تمام حيدر تمام. بعد ما نعتقد شيء راح نخسره. تمام. أنا أشكرك، شكرا لك أخوي حيدر، شكرا جزيلا. تسلم. رجع إبراهيم يمكن ويانا مو شباب. زين إبراهيم حياك الله، نرجع من البداية إبراهيم. شنو الأساس المشكلة إبراهيم؟ أنتم كنتوا تشتغلون من 2019 إلى اليوم، سمعتوا أنه أنتم ما مشمولين لا بقانون الأمن الغذائي ولا بموازنة، يعني ماكو لكم تثبيت. إيش راح يصير؟ يعني أنتم راح تداومون تستمرون بالدوام؟ قال لكم تبقون بدوامكم؟ لو قالوا لكم الله وياكم. حياك الله استاذ واسف على المشكله اللي صارت. طبعا احنا مثل ما قلت لك انه احنا اربع سنوات الكتاب اللي صدر من وزاره الماليه هو كان بمثابه صدمه، يعني اليوم احنا كممثلين عن العقود، اليوم كالعقود بنفسهم، اليوم احنا نحس نفسنا ضايعين يعني زي. لكن احنا بعد يعني تعرف العرب يقولون الصواب حار، يعني احنا اليوم المشكله انه احنا ما دا نعرف نفسنا وين وما دا نعرف شنو الواجب اللي علينا اللي ممكن لازم يعني اللي صار لازم نسويه. يعني اليوم احنا نعيش يعني ماساه بالله العظيم. يعني انا اليوم هسه تسالني هذا السؤال يعني تخيل حجم المعاناه وحجم المصيبه اللي انا بيها، ما اعرف انه شنو جوابي لك راح يكون. اليوم احنا مؤسساتنا وشركاتنا وخلي اقول لك مدراء اقسامنا اليوم يقول لي اوكي انت داوم انا ما عندي مشكله، لكن انت اليوم من تباوع على نفسك انه انت بعد اربع سنوات تعبك في هبوب الرياح ومطلوب منك دوام، انت راح تحس نفسك اليوم ضايع. طيب انا اليوم اذا تركت الدوام او اذا سويت اضراب عن الدوام الرسمي، طيب بهاي الحاله انا اذا الشركه اللي انا داوم بيها او الدائره اللي اداوم بيها قانونيا من حقها تفصلني لانه انا يعني ما اداوم ما اقدم واجبي. زين بهاي الحاله احنا اليوم قلت لك يعني ما نعرف اللي صار لازم نسوي شنو. احنا طبعا انا ابارك لعقود التعليم العالي ولعقود التربيه والكهرباء وكل العقود في جميع الوزارات، يعني اليوم احنا بصراحه فرحانين لهم، لكن بنفس الوقت اليوم زين. يعني هذا التمييز يعني بين زين وبين ابراهيم بس عندي سؤال. ابراهيم عندي سؤال. شوف هو القانون قرار وزاره الماليه وقرار مجلس الوزراء يشمل قانون الامن الغذائي ما قبل 12/2019، انتم شو وقت صار تسجيلكم؟ احنا تسجيلنا بعد 12/2019. بعد 12؟ بس اذا تسمح لي استاذ ملاحظه بسيطه يعني ترى للمعلومه قبل 12 اللي احنا يعني بيناتنا اكو مفرده نقول عليهم العقود القدماء، طبعا هذا خدمته اساسا هو خدمته 17 سنه و14 سنه و13 سنه، يعني هذا خدم كل هذه السنوات باجر يومي. و2019 من سجلنا احنا بال2019 هو تحول من اجر الى عقد، وبالفتره الحاليه
يعني امانه مجلس الوزراء بهذه الفتره الاخيره صوتت على تحويلهم من عقد الى ملاك دان. احنا موضوعنا مختلف تماما عن موضوعهم. شلون؟ يعني هو الناس قلت لك يعني هو هو صار له مثلا 17 او 15 سنه هو اجر يومي. يعني من 2008 مثلا او 2009 حد 2019 يلا صار هو عقد، لكن هم يعني كان موضوعهم انه هم يستلمون رواتب، انه هم تسجيلهم كان قانوني، انه هو موظف ويعني انتريك ماستر. انا اليوم اختلافي عنه شنو؟ انا شنو؟ اختلافي عنه انه انا عندي تقاطع وظيفي، انا عندي تقاطع وظيفي اليوم اذا اريد اتعين على غير وزاره غير مسموح لي لانه انا مسجل موظف على ملاك وزاره الصناعه والمعادن، عندي تقاطع وظيفي، عندي ماستر كير، وعندي قرار وزير صناعه بتحويلي من اجر الى عقد، وكل هذه الامور اليوم وجدنا يعني كانت غير موجوده اساسا. طيب انا الماستر اللي استلمته على اي اساس؟ طيب التقاطع رقم التقاطع الوظيفي اليوم اللي ادخله باي حاسبه يطلع عن موظف، يعني على شنو اعتمدت؟ يعني اليوم هم مناشده الى وزاره التخطيط، يعني موضوع التقاطع الوظيفي اليوم يعني احنا ترى مصيبه اكبر، يعني اليوم انا اذا فقدت الامل من الصناعه وتم تسريحي، زين شلون انا راح اقدر اتعين بعدين على غير وزاره؟ زين زين طيب شوف، فهي مصائب كثيره. زين انتوا طلعتوا تظاهرات، صار لكم مش قد متظاهرين، وشنو اللي صار؟ يعني اكو استجابه؟ يعني التقوا بكم وزير الصناعه، التقى بكم مدير عام كذا بالوزاره ببغداد، شيء؟ شنو اللي صار؟ اللي صار استاذ اقولها بكل امانه، احنا تظاهرنا لاكثر من مره، حتى يعني مظاهراتنا كانت امام وزاره الصناعه في البدايه، لكن وزارة الصناعة حتى نكون واقعيين وصريحين، وزارة الصناعة أدت اللي عليها. يعني مثل ما قلت لك إحنا الأمانة العامة طلبت بيانات عقود كل الوزارات. زين الوزارات اللي سددت كلها مرت، طبعاً أنت سألتني على قبل وبعد 12. طيب. للعلم يعني عقود وزارة التعليم هم بعد 12. طيب. كيف يكون عقود وزارة التعليم بعد 12 قانونيين؟ نعم. وعقود وزارة الصناعة بعد 12 غير قانونيين. زين. أنا إبراهيم بس راح أروح فاصل وأرجع لك. تمام. وابقوا ويانا مشاهدينا، راح نرجع لكم بعد الفاصل، ابقوا ويانا. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، رجعنا وياكم ببانوراما، تغطية هذا اليوم خاصة بأصحاب العقود في وزارة الصناعة والمعادن بين المماطلة والتثبيت، وياي عبر السكايب من سامراء الأخ إبراهيم ذنون ممثلا عن عقود وزارة الصناعة والمعادن. حياك الله إبراهيم. يعني كنت تحكي لي على أنه كثير من المشاكل، هسه سولف لي أنتوا وين وصلتوا؟ سألتك على تظاهرة، طلعتوا تظاهرات، التقيتوا بأحد تواصل وياكم خلال هذه الفترة، شنو اللي صار؟ سولف لي إبراهيم. احنا أمام وزارة الصناعة قامت هؤلاء العقود إلى وزارة المالية. ايه؟ كان من المفترض أن وزارة المالية بعد اكتمال الترقيق ترفع بياناتنا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى يتم التصويت على هذه الأعداد في جلسة مجلس الوزراء. لكن وزارة المالية أجابت وزارة الصناعة على أنه هؤلاء العقود جرى تعيينهم بصيغة غير قانونية اللي هي بعد 12. فبهذه الحالة اليوم أصبحنا نحتاج لمخاطبة من وزارة الصناعة وإلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. يعني من المفترض اليوم وزارة الصناعة أن تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب مرفق ببيانات العقود حتى يتم البت بقرار لصالح هذه الشريحة وهذه الأعداد. اليوم أمانة مجلس الوزراء، يعني أنا كما أعرف أنه سيد رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشيعة السوداني هو سابقا وزير سابق للصناعه، وقبل لا يتولى مهامه كرئيسا للوزراء هو كان من المطالبين للعقود وللاجور، وكان مهتم كل الاهتمام بهذه القضيه. فاليوم الذي نحتاجه هو فقط كتاب من وزاره الصناعه الى الامانه العامه لمجلس الوزراء. شو يريد هذا الكتاب؟ شو يسوي؟ وزاره الماليه متمثله. لا بس دقيقه، شو يسوي هذا الكتاب؟ وزاره هو ده اشرح لك هذا الموضوع. أي. استاذ
وزارة المالية هي اللي وجهتنا على هذا الموضوع. يعني بعد المظاهرات الأخيرة قبل 3 أيام وزارة المالية وجهت على أنه الكتاب يقول يعني يرفق جواب وزارة المالية اللي يقول أنه عقود وزارة الصناعة غير رسميين يرفق نسخة من هذا الكتاب ويرفق معه بيانات العقود وتتم مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أنه يتم إقرار قرار من مجلس الوزراء خاص بعقود وزارة الصناعة أو تعديل قرار 315 المعدل بقرار 337 وإضافة عقود وزارة الصناعة. يعني حسب ما قالت وزارة المالية أنه وزارة الصناعة غير مشمولة بقرار 315 اللي جرى به تشغيلنا إحنا وكل عقود وزارة الصناعة. الموضوع اللي احنا تم استثنائنا من قرار 315 يعني ما هو السبب لم نعرف في هذه اللحظه ولم يكن هناك يعني مستند قانوني مثلا او كتاب معين حتى نفهم ما الذي جرى يعني على هذا الموضوع. طيب انزين خليك وياي عندي اتصال بس خلي اشوف منو وياي عبر الهاتف. منو؟ ام محمد من بغداد. حياك الله يا ام محمد تفضلي. ام محمد موجودة ويانا أم محمد ولا لا؟ طيب إبراهيم يعني إحنا حكينا على هذا الموضوع ما يخص أنه موضوع العقود مالتكم. طيب احكي لي عن نواب المحافظة. هسا أنتوا جماعة الأدوية إحنا نعرف مدير أو رئيس أو مدير المعمل أو خلينا نقول معمل الأدوية سامرة. هسا خليني شوية يعني نتخصص أكثر. ومن سامر الرجل ووكيل وزير الصناعة من سامر الشيخ أحمد الكريم نواب كثار عندكم من سامر ومن صلاح الدين أحد منهم تواصل وياكم؟ نعم أستاذ يعني إحنا كمحافظة صلاح الدين نمتلك 4 نواب. الأربعة نواب جميعهم من قضاء سامراء. زين. طبعا إحنا الأربعة نواب إحنا تواصلنا معهم وكانت عندنا لقاءات معهم وزرناهم في بيوتهم الشخصية حتى وفي مكاتبهم ولأكثر من مرة. يعني جميع النواب حينما يعني تكلمنا معهم بهذا الموضوع يعني لم نخرج بنتيجة بصراحة. والسبب أنه اليوم أستاذ اليوم الموضوع يعني أقولها بصراحة الموضوع أكبر منه اليوم. أنت لو مثلا خلنا نحكي على مستوى شركة أدوية سامرة، شركة أدوية سامرة بها 2500 عقد. طيب أنت عندك العقود والأعداد في باقي المحافظات في باقي الشركات يعني ليش ما تم شمولهم؟ الموضوع أستاذ يعني حتى أكون صريح وبالمعلومة الموضوع مو موضوع مثلا منطقة معينة أو استهداف لمنطقة أو استهداف لشركة. لا الموضوع كان يعني بصراحة استهداف لعقود وزارة بأكملها. اليوم إحنا يعني النائب خالد الدراجي تواصل مع طيب سامي مباشرة باتصال هاتفي ويعني إحنا شفنا الاتصال وسمعناه وتواصل لي أكثر من مرة النائب مثنى سامر رأي نائب رئيس لجنة مالية نيابية يعني طرح هذا الموضوع وتكلم به. لكن يعني مع الأسف الشديد اليوم يعني كوزارة الصناعة بصورة عامة لحد هذه اللحظة أي عقد من وزارة الصناعة حتى لو عقد واحد على مستوى العراق عقد واحد في وزارة الصناعة يعني ما تم تثبيته ولا تم أصلا يعني حتى الاعتراف به كعقد. يعني خلينا نقول الخلل بالوزارة، الخلل بوزارة الصناعة والمعادن. مو حتى أكون صريح. لا عاد شلون؟ حتى أكون صريح أستاذ الخلل اللي صار عندنا إحنا في بداية الأمر حملنا وزارة الصناعة مسؤولية وحتى وعرضنا قلت لك أكثر من مرة وزارة الصناعة وكان هناك اتهام لوزارة الصناعة أنها غير جادة وأنها لا تريد تثبيت العقود. لكن في الفترة الحالية بالضبط الفترة الحالية وزارة الصناعة للأمانة أثبتت جدارتها. وزارة الصناعة في أسبوع واحد خاطبت وزارة المالية 3 مرات. لكن الخلل اللي صار عندنا اللي يتحمل مسؤولية هذا الموضوع اللي هو وزارة المالية. طيب اليوم وزارة المالية ليش يعني احنا وزارة الصناعة مخاطب وزارة المالية من 2000 ونهاية 2019 بداية 2020 ولحد هذه اللحظة تخاطب وزارة المالية بكتب ووزارة المالية لم ترد. وزارة المالية ردت على كتب وزارة الصناعة قبل اسبوع من الان طيب 4 سنوات 4 سنوات من المفترض وزارة المالية تبين ان عقود وزارة الصناعة غير رسميين ك
يعني يتم اتخاذ اجراء بحق هذه الاعداد. اليوم انا اربع سنوات ضاعت من عمري، يعني من راح يعوضني هذا التعب؟ طيب انا اربع سنوات انا يعني اذا اقول بدون راتب يعني افضل بكثير، يعني انا راتبي 15000 و40000 و50000 واني خريج وتعبان على نفسي واني مقدم واجبي واني ملتزم بالدوام ومشاكل كثيره صارت، يعني ابسطها احنا في مظاهرات معينه ويانا الشخص من الاجور اللي ويانا هو من ذوي احتياجاته الخاصه تم ضربه ونتله بالكهرباء من قبل قوات الشغب. اليوم هذا الولد ما يستطيع انه يمشي، عمليه تكلفت 3 مليون دينار عراقي. الله هاي شوكت غير متمكن، جمعنا له تبرعات. شوكت صارت هذا الموضوع قبل سنه او اقل بسنه، يعني باشهر، يعني تقريبا بحدود سنه بالضبط. وين صارت هاي الحادثه؟ ببغداد. اي بغداد، يعني بمظاهراتنا امام وزاره الصناعه، لانه كنا نازلين مظاهرات نطالب وزاره الصناعه بمخاطبه وزاره الماليه والضغط على وزاره الماليه. ومثل ما قلت لك يعني اليوم وزاره الصناعه ضغطت وادت عليها، انا مو يعني مو مجامله لانه انا وزارتي او كذا، لا بالعكس الله شاهد. لكن احنا اكو اذا يعني تريد ادز لك نسخه من الكتب اللي خاطبت بها وزاره الصناعه وزاره الماليه. زين. ومع هذا اليوم احنا من ظاهرنا قبل 3 ايام امام وزاره الماليه تم الضرب مره ثانيه لهذه الاعداد. ومن ضمن اللي انضربوا واللي تم الاعتداء عليهم هي كانت بنيه. وهذا الموضوع يعني بصراحه اليوم اثار عاطفه الشباب. اليوم انت شاب وتشوف بنيه وزميلتك بالدوام وتنضرب مقابلك، يعني استاذ تعرف احنا مجتمع، يعني خلي اقولها صحيح بصراحه صحيح. احنا مجتمع عشائري ما نتقبل. صحيح. خلي اخذ اتصال وياك، خلي اخذ هذا الاتصال شوي، جماعه دي يتصلون هوايه، بس خلي اخذ الاتصال. ابراهيم من سامراء، حياك الله اخوي. نعم اخوي، هون ابراهيم مثلنا، ابراهيم احد عقود الرياض سامراء. حياك الله اخوي ابراهيم، تفضل. نعم، انا اللي استاذ اللي انضربت بالمظاهرات مال وزاره الصناعه اللي يتكلم بخصوص ابراهيم. اها الحمد لله على سلامتك. انا اللي سويت عمليه. زين، ابراهيم نصي لي صوت التلفزيون الله يرضى عليك. نعم استاذ. نصي لي يا بلا امر عليك. اي. الله يسلمك استاذ. زين سولف لي ابراهيم. والله الحمد لله استاذ، انا طلعنا بيوم 14/8 مظاهره امام باب وزاره الصناعه والمعادن. تعرضت للضرب من قبل قوات الشغب، ويدرى اخوي استاذ ابراهيم لمين، وعمليتي كلفتني يعني اتمام باب ومع كل الاسف. احنا صار لنا فتره هاي السنين كلها ناشد ونطالب، ولكن بلا جدوى من هذا الشيء وما حد استجاب لنا لاي. وبالمناسبه عقود الوزارات كلها مشت الا احنا الباقين، يعني بقينا احنا الصناعه كصناعه بقينا مهمشين وحقوقنا لحد الان ما نعرف شنو مصيرنا. زين انت هسه تداوم يوميا؟ لو صحتك ما تساعد لو شو اللي صار؟ لا استاذ انا هسه ما بداوم، يعني مجاز حاليا صار لي 9 شهور من داوم. وين وضع الصحي ما يساعد اداوم. عندك العافيه، وين دائرتك؟ بيا مكان تصير؟ والله شركه ادويه سامر. شركه الادويه. زين. نعم. ايش قد يعطونك راتب؟ قطع يمكن. طيب يعني هذه المشاكل حقيقة ما أعرف يعني ليش ده تصير عندنا، خاصة في مسألة وزارة الصناعة. يعني الأمر معقد، قلنا إذا الوزارة هي غلطانة يعني بحسب إبراهيم ذنون يقول لا الوزارة مخاطبة وزارة المالية بكتب رسمية. طيب منو اللي راح أعلن على وجود يعني وجود هذه الوظائف؟ طيب هذا قانون 2/12/2019 اللي قبله ينشملون ب 315، قرار 315. يعني يا حبذا لو كان اكو تعديل على هذا القانون حتى يشمل هذه الشريحه. وايضا في نفس الوقت يعني كانت اكو تعديلات وكان اكو اضافه ما بعد، معروفه بالقوانين بالقرارات ما بعد 12 ممكن يشملون. هسه عاد ما اعرف انا اللي في وزاره التعليم العالي، وزاره الصحه وغيرها، انشملوا هاي الموظفين او الاجور والعقود بقرار 315 لو ما انشملوا؟ ما اعرف يعني حقيقه ليش وزاره الصناعه بها هذه الاشكاليه من دون بقيه الوزارات؟ شمعنا يعني؟ اذا الوزاره هي تتخاطب وزاره الماليه والامر رسمي والشباب دا يشتغلون، هسه انت دا تنطي 10,000 و16,000 وتنطي 30,000 وممكن ما تنطيه، هذه هم هي هذه مشكلة أساسا، بعدين تجي تحرمه من هذه؟
يعني مستخسرين خلينا نقول هالعشرة ولا 15,000 على هالناس على هالشباب. زين احنا آمنت بالله، انطيني 15 وانطيني 20,000 وانطيني 100,000، لكن اقل وخليني احس بامان واستقرار لعائلتي. هذا الاستقرار الوظيفي اللي كل العالم بالعراق او كل العراقيين يبحثون عنه. ليش؟ بسبب سياسات خاطئه. كن صريحين، احنا سياسات خاطئه. لو كانت اكو سياسه يعني حقيقيه تضمن حق الموظف بالقطاع الخاص كان ما راح توجه بهذا الكم وهذا القبول وهذا الذل حتى يتوجه الى القطاع العام. عندي اتصال اخر ايضا. بكر، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله اخوي بكر، كل هلا بك، تفضل. احنا اخوي ابيض سامراء ما بعد 12. نعم. شريحه منظومه من كل النواحي، شريحه منظومه من ناحيه الراتب. زين. ومن ناحيه الخدمه ومن كل النواحي، يعني احنا مداوم 4 سنوات متتاليه بدون راتب. بدون اجازات مداوم. نعم. وبالتالي نطلع مفلسين لا وجود لنا، يعني هيك مداوم وكانه ما كنا مداوم بالشارع. زين. زين. يعني احنا هاي الفترة هاي 4 سنوات كلها انتوا يعني قبل شهر غير قبل شهرين انتوا شغالكم مماشية، شغالكم بها خير، حتى احنا راح نتصرف، حتى الممثلين يتصرفون بجهودهم. زين. زين. ليش هذا الاهمال من النواة ومن الوزارات؟ وزارة الصناعة وزارة المالية، كلهم عليهم اهمال، مو بس وزارة المالية. زين. عليهم اهمال. زين. احنا خدمتنا 4 سنوات، الراتب يجينا 40,000 كل شهرين، كل 3 اشهر يجينا 40,000، 15,000، هذا شلون ياكل؟ شلون يجي النعمان؟ شلون يتداوم؟ زين، كل شهرين 140,000 تستلمون؟ كل شهرين 40,000، 150. 40,000 كل شهرين؟ كل شهرين، هذا اكو منهم ياخذ 40,000، اكو منهم ياخذ 25,000، اكو منهم ياخذ 60,000، مين توافي يعني؟ بس هاي كل شهر الا نطالب احنا والميل الله يجي الراس. اي نعم. طيب. نطلب من وزاره الماليه تشوف لنا حل، تشوف لنا حل من هاي المأساة. طيب. واحنا عندنا خدمه طويله، خدمه 4 سنوات، هاي مو يوم يومين، هاي 4 سنوات التاليه، يعني كثير يعني 7,000 عقد، يعني 7,000 عائل. ويجوز اكثر، ويجوز كل واحد يخلص تعال يخلص. طيب أنا أشكرك بكر، شكرا جزيلا لك. يعني للأسف يمكن إبراهيم أيضا فقدنا الاتصال به. شكرا لك إبراهيم ذنون، ممثلا عن عقود وزارة الصناعة والمعادن من سامرة كان ضيفي، شكرا جزيلا لك. شكرا للي اتصلوا بينا حقيقة، واللي حاولوا يتصلون ما قدروا يعني نفتح لهم الاتصال بسبب يعني الضغط اللي دا يصير. بالمحصلة اليوم احنا دا نطرح هذه القضايا، دا نوضح بشكل أو بآخر مشاكل وهموم الناس اللي تحتاج إلى معالجة. يعني إذا كان الأمر بمجلس الوزراء ممكن معالي وزير الصناعة يطرحه على رئيس مجلس الوزراء هو قاعد على كرسيه، وأيضا بوجود وزيرة المالية السيدة طيف، وممكن تحلون هذا الموضوع يعني بيناتكم. خلينا نقول يعني 7,000 موظف مو ذاك العدد الكبير اللي يستوجب يعني بشكل أو بآخر جلسات ويحتاج إلى موازنات هائلة. اللي تنطوهم إياه ما يتجاوز سعر لفة ذاك الرجال بالشهر الواحد أو بخمسة أشهر، إذا مو 10 أشهر. أنا ما أعرفه منه اللي مشتري لفة بمليون، بس هذا الراتب اللي تنطيه لو تخصص لهم 100,000، 7,000 لا شيء بموازنة العراق وإمكانية العراق وأموال العراق اللي خير من الله. ما تساوي هاد 7,000 كلهم، ما تساوي فد شيء صغير فتفوته من سرقة القرن. وين راحن؟ ما تساوي هالمليارات اللي كل شهر دا تتبخر وتروح، ما أدري تاكلهن الأرض، ما أدري يتبخرن بسبب الرطوبة. يعني أمور بسيطة ممكن تنحل يعني، وأنتوا بيدكم القرار، وخلوا هالعالم عايشة على حب الله. ما لها داعي إنه يبقون هال7,000 هالشباب خطية اللي يشتغلون أكثر من 7 ساعات باليوم، من الساعة 8 الصبح للساعة 3 العصر، ويكربونهم. يا ريتهم قاعدين وعطالة بطالة ونقول قاعدين بس يجي قاضيها شاي وكذب. لا، دوام
ومحاسبة وتأخير، زي ده يروحون بكروة ويرجعون بكروة وينتظرون يجيبون علاقة من تعبهم وعرق جبينهم لعوائلهم ويدفعون منهم إيجارات ومسؤوليات البيت والأمراض وغيرها لا سامح الله. فهذا العدد هو بسيط، ومن الممكن معالي وزير التعليم العالي حضرتك تخاطب مباشرة شفهيا لرئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني بحضور معالي وزير المالية سيد طيف سامي، والأمر بسيط، 7000 شخص. يجي واحد يقول لا ترى بالنسبة للعراق لا شيء مقارنة بال3 ملايين الأعداد الموظفين أو 2 مليون أو أكثر، بقت على 7000 يعني خلاص انقطعت، ما عندنا شيء بعد، خلاص بالبلد 7000 بقت وخلصت فلوس العراق، وراح يأثرون علينا ميزانية البلد، وراح يأثرون علينا بناء الطرق والجسور، وراح يأثرون على ترساناتنا الحربية، وراح يأثرون على الصحة، وراح يأثرون على التعليم. هل 7000 منين نجيب لهم؟ منين نأمل لهم احنا رواتب؟ ترى مو فد شيء صعب. عموما احنا وصلنا الى ختام حلقة هذا اليوم، يعني اتمنى ان شاء الله هذه المناشدة من الإخوة المتصلين او من ضيفنا ابراهيم، هذول الشباب تلتفتون لهم التفاتة أبوية وحقيقية ايضا، عددهم قليل والقرار بيدكم إن شاء الله، والفلوس خير من الله عندنا، وممكن تحلون هذه القضية وتفرحون أكثر من 7000 عائلة لتعيش على هذه المبالغ البسيطة. أشوفكم إن شاء الله باشر في أمان الله.